مرحبا بكم في قناتي، أتمنى أن تدعموني بلايك وكومنت وتشتركوا بالقناة فضلا وليس أمرا. في الفترة من 30 إلى 31 مارس عقدت فرقة 17 حفلها الموسيقي فولو لبدء جولتها الجديدة خلال اليوم الثاني من الحفل. كشف العضو هوشي أن 17 سيعودون مرتين هذا العام. علاوة على ذلك، في نهاية الحفل كشفت فرقة 17 عن إعلان تشويقي معلنة أنها ستقوم بعودتها المرتقبة في 29 أبريل بعد يوم واحد من حفل فولو في سيول. ينتهي الإعلان التشويقي بأغنية 17 The Best 17 Is Right Here، مما يثير الترقب للألبوم القادم. بعد الاختتام الناجح لحفلة فولو لفرقة 17، ستستضيف فرقة 17 حفلتها الموسيقية فولو في سيول يومي 27 و28 أبريل في استاد كأس العالم. بعد ذلك ستتوجه فرقة 17 إلى اليابان لتقديم حفل في ملعب يانمار ناغاي في أوساكا يومي 18 و19 مايو. تليها ليلتان من الحفلات الموسيقية في ملعب نيسان في كاناغاوا يومي 25 و26 مايو. وبهذا أكون قد وصلت إلى آخر الفيديو، أتمنى أن تدعموني بلايك وكومنت وتشاركوا بالقناة فضلا وليس أمرا. أنيويغاسيو كومسامنيدا.